البنات كي دايرين لاباس مزيان هانيين بخير. السلام امهات السلام اخواتات كي دايرين مزيان بخير. المهم اخوتي جيتكم نهار جديد فيديو جديد جيتكم بواحد الموضوع وهي كنت تقول صحابات الا صحابات ولو تجلسي معايا 20 عام غداره كتسمى غدار وكلهم صحابات غدار ماشي كلشي بحال بحال ولكن الصحبه غدار اخوتي غدار وهي كنت تقول صحابات انا هاد الصحبه هادي هاد صاحبتي تدعيها الله حيت الله يخلصها حيت الله خوتي دابا هاد الصحبة هادي كنت كتجي عندي دايما كتجي عندي دايما تجي عندي ما عرفتش انا كيفاش طرا ليا ولا دايما طالع ليا الدم ما كنهضر ما طالع ليا الدم بزاف صافي غضرتني غضرتني مش غنقول لكم لا اله الا محمد رسول الله شلا ما يتقال اجينا نعاودو كيما كيقول سكت سكت حسن المهم اخوتي ما تقوش صحابات صحابات غداري هذا كنقول لكم اخوتي هاد السيده هادي انا دعيتها الله خرجت لي على حياتي دعيتها الله قلت الله هو يخلصها انا دعيها الله ومخليها لها الله بيني وبينها الله وعرفت لها غادي يخلصني فيها ان شاء الله ايوا هادي هي الدنيا اخوتي دابا انا كنغرس معاكم الخبز هانتوما معايا كنطلي الطعطع هانتوما معايا وها انا معاكم المهم انا عصيتكم صحابات غدارين كلهم غدارين ما يسوى ما يصلح صحابات غدارين صاحبتي غدارة عييت ما نستعين معاها عييت ما ندير معاها حتى هي كنلقاها غدارة ما طريق لياش كنستعين معاها دايما كنلقى خوتي ما مزياناش ما طريق لياش عييت ما نستعين عييت ما نستعين عقليتها بشكل وعقليتها موسخة بحالا بحال بحالا بحال راسها عييت انا ما نستعين والو هذا المهم ما تقفش صحابي اللي عندها شي صاحبة ما تقفش فيها صحابات غدارين خليها لدارك بدلتي في دارك وفي التالي كتخرجك من الجن كتخرجك كتولي هي فرعون كتولي هي مرات الدار كتولي هي كلشي ايوا هي الحياة اخوتي انا دابا كنقلي الطاطا انا كنقرص العجينة اليوم راه الحد غدا البيتان ان شاء الله كنبغيو تفيق العجين مكديش تفيق غنديرها لك راه سيمانه دابا معجنت شفت السميده تطارت هانتوما خوتي كنضغط الخبز الصراحة ما كاينش بحال الخبز غير البارح حطاني الخبز بحال ما عرفتش شنو خطاني عرفتي راه تلفت جبت الباكيط ما عجبنيش كاع قلت بجوعي خبز اخوتي شي حاجة الصراحة حاجة الله يخطي علينا لازم كامل مبقايش الباكيت 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 كيعجبك هاكا في كاس كروت من كتجيك من المخبازة قلت راه مبقايش بحال الباكيت المغرب الله يب الباكيت ديال المغرب يا سلام زوين راه هانتوما خواتاتي الدار مرابنا ها قبيلة هي مجموعة كتكون ليلا نقولكم صافا بالما كاع كبدت كبدت الدم عرفت منين بدا شوف شكرا السعد دابا انتما معايا وها انا معاكم خوتي هنا كنخبز وكنجي لهنايا كنخرج برا نخبز وكنجي كنعمل هنايا معاكم
الفيروز اخواتي اللي كنت كنهضر عليه، هذا هو الدواء اللي كنشرب دابا، هذا ما نحبسوش نهائيا. غنكون غدا المغرب عطيني 40 نديهم معايا، او فيه هنايا فيه 245 ديال فيه الجهد، كنشرب وحده في النهار. هذا ما منقولش قالت ما خصكش تحبسيه نهائيا، حبسوش ممنوع هذا الحبس. هادي راه الطريق خلاص ديال السكر. هذا الدواء داك اللي كنت وريتكم ديال الشعر، الا خوتي كتحل ليا شعري بزاف، ما عرفتش علاش ما عرفت منين جاني هاد الشيء هذا. الله يدير تاوي الخير وصافي. كان فرحه انا فرحت بشعري ساعة ولا شعري كيما كان طالع ليا الدم اخوتي مع الضو كيطيح وانا مخلوعه باش عليكم. جبنا تبعتي انا عكن عكن ديال هاي عيطوا لينا اخوتي. هاي ما نقولكمش عقولي ملي غنساعد عقولي هاي. شوف عا من دراس السميده اللي كدير ليا كنقول لكم شي سميده. شوف انا غنديك شكل بصح انا خوتي نمشي نطلع الخبز ونرجع لكم.